على سينوس 2 ناقص 9 ويقول لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ السؤال معانا اهو، واضح معايا السؤال؟ حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ ها؟ نكتب الحل بتاعي في التعليقات وانا هبص لك عليه. لما كان بيجي يديني دال الكسر الجبري ويقول لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال، كنا بنعمل ايه؟ نون س بتساوي سينوس 2 ناقص 5 س زائد 6 على سينوس 2 ناقص 9. اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال، فعلا بنحلل بسط ونحلل المقام. وبعد ما بنحلل انا كان عندي ثلاث حاجات بعملهم، ثلاث حاجات متتاليه ورا بعض. ها حد فاكرهم؟ اللي هم ايه؟ ح ج خ. ايه ح ج خ؟ ايوه صح، زي ما نور ما بتقول كده وماري بتقول، نحلل بسط ومقام، نجيب المجال اختزال خ اللي هي نختصر، صح كده مظبوط. طب تحليل مجال اختزال جدع لوجي. ها نفتكر مع بعض كده، كنا بنحلل البسط، قلنا اي مقدار ثلاثي انا عندي طريقتين في الحل، يا اما احلل بالاله اللي هي مود ايكويشن واختار رقم ثلاثه واحلل، او احلل بالخطوات زي ما احنا ما خدنا في ثانيه اعدادي. طبعا يا لوجي انت احسن واحده تحللي بالاله. ايوه بالظبط كده، ربنا يخليك يا عم هيثم، تسلم عيونك يا باشا، ربنا يخليك يا رب، كل سنه وانت طيب. ايوه اضحكي يا حبيبتي اضحكي. طب احلل، تعالوا مع بعض طيب نبص على الحل. هقول له نسيم بتساوي زي ما انتم قلتوا، نحلل البسط ونحلل المقام، س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بحلل قوسين. بنحلل الاول والاخير، واهم حاجه اشاره الاخير، س تربيع هتبقى س وس، الاخير شرطه موجب، يبقى انا بحلل الرقمين السته، حللنا الرقمين مجموعهم 5، وادام شرط الاخير موجب يبقى القوسين شبه بعض ياخدوا اللي في النص سالب وسالب. طب السته كام في كام؟ مجموعهم 5 2 في 3، س تربيع ناقص 9 فرق بين مربعين قوسين، واحد موجب واحد سالب، جذر الاول جذر الثاني. الخط واضح كده يا جماعه؟ بعد كده بعد ما بحلل اجيب المجال. انا حللت اهو اول حاجه ح، حلل نجيب المجال. المجال هيساوي ايه بقى؟ ح فرق اصفار المقام. طب اصفار المقام كنا بنجيبها ازاي؟ باخد الرقم اللي جنب س بعكس الاشاره، موجب 3 يبقى سالب 3، سالب 3 يبقى موجب 3. نجيب بقى نون س في ابسط صوره اللي هو نختزل. اختصار كنا بنختصر ازاي؟ بنطير الاقواس المتشابهه مع بعض، س ناقص 3 مع س ناقص 3. الصوره بعيده قوي، طب هحاول ان انا الصوره مقلوبه اقلب تليفونك، يعني اللي الصوره عنده مقلوبه يقلب التليفون. وانا هقرب لك الكاميرا. س ناقص 3 وس ناقص 3 طاروا مع بعض، هي كده الصوره واضحه اوضح؟ هيتبقى فوق كام؟ س ناقص 2 على س زائد 3، وده الناتج في ابسط ايه؟ صوره. يبقى انا بحلل بسط ومقام. طبعا طرق التحليل بقى بتاعتي كانت كتيره، كنت ممكن احلل فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين، ممكن احلل مقدار ثلاثي، ممكن ما يبقاش المساله جاهزه تحليل اخراج عامل ايه؟ مشترك، ممكن يبقى السينوس 2 معاه اشاره سالب اخد سالب عامل مشترك وبعد كده احلل، ممكن يبقى في عامل مشترك رقم، عامل مشترك رمز، ممكن تبقى المساله فرق بين مربعين قوس موجب وقوس ايه؟ سالب. انواع التحليل اللي من الصراحه مدراجعها كلها في الجزء الاولاني من الوحده دي مهمه جدا 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 جدا. طيب تمام ماشي يا نور، كده عرفنا بنعمل ايه؟ يبقى انا بعمل ايه تاني؟ لما يجيب لي دال الكسر الجبري ويقول لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال،
احلل بسط واحلل مقام اجيب المجال اختزال واجيب له الناتج في ابسط صوره. طيب احنا عندنا ايه بقى؟ احنا عندنا النهارده بنتكلم على عمليات على الكسور الجبريه. العمليات في الكسور الجبريه العمليات عندي على الكسور زي ما احنا عارفين كلنا اربع عمليات اللي هو الجمع والطرح والضرب وليه والقسمه. هناخد اول حاجه جمع وطرح. جمع وطرح لما يجيب لي يقول لي كده اهو اوجد نون س في ابسط صوره موضحا المجال، ويجيب لي حاجه زي كده نون س بتساوي سينوس 2 ناقص 5 س على سينوس 2 ناقص 7 س زائد 10 زائد 3 س زائد 6 على سينوس 2 ناقص 4. يجيب لي حاجه زي كده. دي مسألة جمع. أنا عشان أقدر أجمع أو أقدر أطرح كنت هعمل الإضاءة عسل. طيب هنعمل إيه طيب؟ هنحاول إن إحنا نقرب الكاميرا ونزود الإضاءة شوية. كده حلو؟ طيب الحمد لله تسليم بخير ربنا يخليك يا رب. جالي سؤال زي كده مسألة جمع تحلوا انتوا ولا فاكرين كنا بنحل ازاي ولا احل انا وبعد كده اديكوا سؤال تحلوه؟ ايه رأيكم؟ طب احل انا وبعد كده السؤال باين عندكم؟ طيب لما كان بيجي لي مسألة جمع او مسألة طرح كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل الثلاث حاجات اللي هم ايه؟ حلل مجال اختزال واخر حاجه بفكر فيها العمليه بتاعتي سواء كانت جمع او طرح زي ما عملنا هنا. بس هنا كانت عباره عن ايه بقى؟ كسرين جبريين بينهم جمع او بينهم طرح. هعمل ايه؟ حل البسط ومقام اجيب المجال. بس هنا المجال هيبقى مجال مشترك، مجال الدالتين، مجال المقامين. بعد كده اختزل. بعد ما اختزل اجمع بقى في ابسط صوره. اجمع في ابسط ايه؟ طيب تعالى مع بعض. ادي نون س هنا س تربيع ناقص 5 س. يبقى الفكره اللي عندي ايه؟ في البسط في س مكرره مقدار ذو حدين، في س مكرره يبقى اخراج العامل المشترك اللي هو س وافتح قوس. لما اخد من سينوس 2 س هيتبقى س ناقص كام؟ 5. سينوس 2 ناقص 7 س زائد 10 زي ما احنا ما قلنا واتفقنا ده مقدار مكون من ثلاث حدود يبقى بيتحل القوسين. رقمين ضربهم 10 ومجموعهم 7 هيبقى س ناقص 2 وس ناقص 5 زائد 3 س زائد 6. 3 س زائد 6. في البسط هنا مقدار ذو حدين في ثلاثة عامل مشترك وافتح قوس واكتب الباقي. هناخد الثلاثة هيتبقى س، هقسم الستة على الثلاثة هيتبقى موجب 2. فرق بين مربعين سينوس 2 ناقص 4 هفتح قوسين هيبقى س ناقص 2 في س زائد 2. أبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أجيب المجال. المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام سالب 2 تبقى موجب 2، سالب 5 تبقى موجب 5. سالب 2 موجب 2 اتكتبت، موجب 2 تبقى سالب كام؟ 2. هجيب لي نون س في ابسط صوره، كل ده علشان اقدر اجمع. اطير المتشابه علشان اقدر ان انا ايه؟ اجمع. س ناقص 5 وس ناقص 5 هيطير هيتبقى س على س ناقص 2 زائد س زائد 2، س زائد 2 هيتبقى 3 على س ناقص 2. هنا المقامات شبه بعض يبقى المقام هينزل زي ما هو. هو زي ما مستر محمد بيقول لكم كده يا جماعه ان الحلقه بكره هتنزل بجوده اعلى، يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشرح. خليك معايا في الصوت وانت اكتب معايا المساله، يعني انا هقول المساله بعد ما اكتب المساله هقولها مرتين بحيث ان انت ايه تكتب المساله وتبدا ان انت تحل وتقارن الحل في الاخر معايا. اتفقنا يا جماعه؟
هنا اول فكره عندي في الجامعه والطرح لو المقامات متشابهه، المقام بينزل زي ما هو واجمع واطرح البسط على حسب المساله عندي، هيتبقى س زائد 3. يبقى انا جبت له نون س في ابسط ايه صوره، ودي اول فكره عندي يا اولاد، لو المقامات متشابهه يبقى المقام ينزل واجمع البسط. طيب افرض يا مستر جات لي المقامات مختلفه، ودي الفكره الثانيه، هملي السؤال علشان الناس تكتب معايا السؤال اهو. يعني انا هكتب السؤال واقراه مرتين علشان الناس تكتب السؤال وتحل. اتفقنا يا اولاد؟ اهو قال لي اوجد اوجد نون س في ابسط صوره موضحا المجال. نون س بتساوي سينوس 2 زائد 3 س زائد 9 على سينوس 3 ناقص 27 اهو ناقص. خلي بالك بقى من الفكره دي، او نخليها زائد ونبص على الفكره. سينوس 2 ناقص 8 س زائد 15 على سينوس 2 ناقص 9. تعالى مع بعض هقرا السؤال تاني اهو عشان الناس تكتب السؤال. هقرا السؤال مرتين. اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. نون س بتساوي شرط الكسر في البسط بتاع سينوس 2 زائد 3 س زائد 9 في المقام سينوس 3 ناقص 27 زائد سينوس 2 ناقص 8 س زائد 15 على سينوس 2 ناقص 9. كتبنا السؤال؟ طيب هي الجوده عندك على حسب النت، يعني على حسب النت الجوده هتبقى باينه معاك كويس او لا. تعالى مع بعض كده نبدا ان احنا نحل المساله. طب نحل احنا؟ تحلوا انتوا السؤال وابص على الاجابات في الكومنتات. نانسي طارق ناسيه الوحده دي. بص يا نانسي، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يديكي من نعيمه. اهم وحده في الجبر كله هي الوحده دي. الوحده دي عليها اكبر. لما انت تبقي معانا على القناه بكره تباكي بقى على القناه. طب يلا ابص على الناس بتحل. ها احل انا؟ هو كل ال احل انا. طبيبه المستقبل، المجال ح فرق 3 وسالب 3 مظبوط صح يا تسنيم؟ السؤال ايه؟ انا لسه جايه. السؤال تاني اهو، السؤال الكاميرا جايباه مش واضح عندك. السؤال اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. نون س بتساوي شرط الكسر سينوس 2 زائد 3 س زائد 9 على سينوس 3 ناقص 27 زائد سينوس 2 ناقص 8 س زائد 15 على سينوس 2 ناقص 9. يلا يا ساره. المجال ح فرق 3 وسالب 3. ح فرق 3 وسالب 3. اي مجال عندي يا اولاد في الكسور الجبريه بيبقى ح فرق. ها تسنيم المجال صح. ميري هاني المجال 3 وسالب ح فرق 3 وسالب 3. يعني اهم حاجه نتاكد ان انا بكتب ح فرق. لوجي ماتت ولا ايه يا اولاد؟ ها طبيبه المستقبل كتبت السؤال يا ساره؟ نبدا ان احنا نحل. نانسي دي مراجعه الوحده الثانيه. تعال نحل مع بعض. انا بعمل ايه؟ خلي بالك بقى عشان هنا في حته مهمه جدا في التحليل. سينوس 2 زائد 3 س زائد 9، انا بحلل الاول والاخير. طب الاخير شرطه موجب 9، هل في رقمين اضربهم يدوني 9 مجموعهم 3؟ لا. طب انا عايز اتاكد. انا بحلل بالاله مود ايكويشن رقم 3، هكتب المعاملات هيطلع لي على الاله علامه اي، يبقى المقدار بتاعي غير قابل للتحليل، يبقى المقدار بتاع الفص ده هيفضل زي ما هو. طيب ايه تاني يا مستر ياكد لي المعلومه دي؟ المقام بتاع سينوس 3 سينوس 3 ناقص 27 زي ما مستر احمد صح يا طبيبه المستقبل، المجال بتاعي ح فرق
بركه لطفي. جمانه. شرط جمانه. انت حللت البص بس الاشارات غلط. سين سين زائد خمسه او سين زائد ثلاثه على سين سين زائد خمسه. ماشي يا ميري. طيب تعالى مع بعض برضه نتاكد. المشكله يا جماعه ان انت عندك الكتابه لازقه في بعض. س ناقص 3 في س زائد 3 س ناقص 4 في البص. ميري هاني صح اجابتك. س ناقص 27 بتساوي 3. نانسي طارق ايوه كملي يا نانسي. طيب تاني انا س ناقص 3 ناقص 27 ده مقدار فرق بين مكعبين. الفرق بين مكعبين كان بيتحلل ازاي؟ افتح قوس صغير وافتح قوس كبير. اهم حاجه يا جدعان التحليل. انا مشكلتي كلها في الوحده دي ان انا لازم ابقى عارف التحليل. يعني الفيديو اللي نزله مستر احمد في الجزء الاولاني من التحليل مهم جدا جدا جدا. سينوس 3 ناقص 27 باخد الجذر التكعيبي للسين اس 3 هيبقى سين ناقص الجذر التكعيبي لل 27 3. القوس الكبير بقى بجيبه ازاي؟ حد فاكر؟ اربع الاولاني اغير الاشاره اضرب العددين اربع الثاني. اربع اغير اضرب اربع القوس الكبير بتاع الفرق بين مكعبين زائد سينوس 2 ناقص 8 س زائد 15 ده بيتحلل قوسين مقدار ثلاثي هيتحلل قوسين س وس 15 كم في كم مجموعهم 8 هيبقى 3 في 5 الاشارتين شبه بعض ياخدوا اللي في النص س تربيع ناقص 9 فرق بين مربعين هيبقى س ناقص 3 قوسين 1 موجب 1 سالب وس زائد 3 نجيب المجال زي ما تسنيم كانت بتقول ونور كانت قايله المجال هيبقى حق فرق اصفار المقام القوس الصغير ادام انا حللت فرق بين مكعبين يبقى القيمه بجيبها من القوس الصغير هنا سالب 3 ناخدها بعكس الاشاره طب القوس الكبير ملوش اصفار هنا هناخد المجال سالب 3 بقت موجب 3 كتبناها موجب 3 هتبقى سالب 3 نكتبها جبنا المجال نجيب له نون س في ابسط صوره نطير المتشابه القوس الكبير مع القوس الكبير هيتبقى فوق واحد على س ناقص 3 زائد س ناقص 3 في س ناقص 3 طاروا مع بعض هيتبقى س ناقص 5 على س زائد 3 ابدا ان انا بقى اجمع لقيت المقامات مختلفه هنا بقى الفكره لو المقامات مختلفه يا مستر انا بعمل ايه؟ علشان زميلتنا نور كانت كاتبه الاجابه بس على اعتقاد ان المجالات المقامات شبه بعض هنا المقام مش شبه بعض. جدع هنضرب المقامات في بعض واعمل مقص يبقى لو المقامات مختلفه بعمل توحيد المقام اللي هو اضرب المقامات واطلع اعمل مقص هيبقى ايه بقى؟ س ناقص 3 هضربها في س زائد 3 واعمل المقص س زائد 3 في 1 بس زائد 3 زائد هضرب القوسين س ناقص 3 في س ناقص 5 وبعد كده اجيب الناتج في ابسط ايه؟ صوره. هنا الفكره دي مهمه جدا اللي هي لو المقامات مختلفه. اول فكره عندي لو المقامات متشابهه بنزل المقام واجمع البسط او اطرح حسب الاشاره اللي عندي. اما لو المقامات مختلفه يبقى هنا لازم اعمل توحيد المقام. توحيد المقام بتاعي على خطوتين اضرب المقامات واعمل مقص، اضرب خطوه واعمل ايه؟ واجيب لي بقى الناتج في ابسط ايه؟ صوره. ادي نون س المقام والقوسين بتوعي هيفضلوا زي ما هو. نخلي بالنا من حته لو المقامات مختلفه س زائد 3 هتنزل هضرب هنا الاقواس في بعض اول في اول اول في ثاني س في س س ناقص 2 ناقص 5 س سالب 3 س زائد 15 ابدا ان انا اجمع المتشابه س موجب الس تربيع ملهاش حاجه تنزل زي ما هي س موجب سالب 5 وسالب 3 سالب 8 يبقى سالب 7 س 3 زائد 15 يبقى كام يا اولاد؟ يبقى موجب 18 على س ناقص 3 في س زائد 3 وده الناتج بتاعي في ابسط ايه؟ صوره. اتفقنا يا اولاد؟ ارجع اعد لي بقى المجال تاني، المجال حق فرق 3 في سالب 3. الصوره جوده الصوره بتبقى مش واضحه ده من عندكم انتوا. يعني النت النت والله انا هقرا السؤال مره واثنين وثلاثه. يعني انا هكتب هقرا السؤال انت حاول ان انت تكتب السؤال وتحل. يعني هقرا السؤال وانت تحاول ان انت تقرا تكتب معايا السؤال
يا سارة الصورة مش واضحة من عندي، بكرة هتنزل الصورة بجودة أعلى. إيه؟ ممكن يا مستر توحيد المقام علشان ما أعرفش أحد المقامات تاني. بص يا نور، حتة توحيد المقام مهمة جدا. توحيد المقام بتاعي بيتم على خطوتين، أنا بصيت بعد ما جبت يا جدعان، بعد ما حللت بسط ومقام، بسط ومقام، بجيب المجال. نيجي بقى بعد المجال اختزال. ده الناتج بتاع الكسر الاولاني في ابسط صوره، ده الناتج بتاع الكسر الثاني في ابسط صوره. بصيت على المقامات، انا عايز اجمع او اطرح. اهم حاجه في الجمع والطرح المقامات يكونوا شبه ايه؟ بعض. طب المقامات مختلفه، هنا بقى تبدا توحيد المقامات. اللي هو اضرب المقامات في بعض. هاخد القوس الاولاني في القوس الثاني اضربهم في بعض. واعمل مقص البسط في مقام. يبقى س زائد 3 اضربها في 1 بس زائد 3 زائد س ناقص 3 اضربها في س ناقص 5. س زائد 3 تنزل زي ما هي وفك القوسين دول. توزيع اول في اول، اول في ثاني، ثاني في اول، ثاني في ثاني. مع مراقبه الايه؟ اشارات. ابدا ان انا ابسط. يا جماعه الصوره مش واضحه والله، ده بسبب النت. ابدا ان انا ابسط. الس ناقص 2 هتنزل، هجمع السينات مع بعض. هنا س موجب 1 س سالب 5 سالب 3 يبقى سالب 7. موجب 3 موجب 15 يبقى موجب 18. خلي بالك ان المقدار ده هيبقى غير قابل للتحليل. يعني مفيش رقمين ضربهم 18 مجموعهم 7. اتفقنا يا ولاد؟ عشان كده قلنا الناتج ده في ابسط ايه؟ صوره. طيب نركز معايا في السؤال اللي انا هكتبه دلوقتي. ركز معايا في السؤال، هقرا السؤال اللي هي الفكره الثالثه في الجمع والطرح. او برضه اوجد من س في ابسط صوره. اكتب معايا. طيب انا همل السؤال وهكتبه واقرا لك السؤال مره كمان. يعني انا هكتب اهو السؤال اهو، اوجد من س في ابسط صوره. نون س بتساوي س او س اس 2 زائد 3 س. بص يا جماعه، يعني انتوا لو بصيتوا على الكومنتات هتلاقي ناس بتقول الصوره حلوه. انت علي الجوده بقى من عندك، صح؟ زي ما طلبت المستقبل بتقول ماشي. الناس اللي مش واضحه معاهم، الناس اللي مش واضحه معاهم هتحلو دلوقتي ان شاء الله. سينوس 2 زائد 3 س على سينوس 2 ناقص 9 زائد س على س اس 3، او خليها هنا س اس 2 ناقص 5 س زائد 6. دي الفكره الثالثه عندي يا اولاد في الجمع والطرح. او همل السؤال عشان الناس اللي ماشي، همل السؤال عشان الناس اللي مش واضحه عندهم. نخليها بدل جمع نخليها طرح عشان يبقى احنا خدنا كل الافكار. بص يا اولاد، هعمل السؤال عشان الناس اللي بتقول مش واضحه عندي. اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. نون س بتساوي س اس 2 زائد 3 س على س اس 2 ناقص 9 ناقص س على س اس 2 ناقص 5 س زائد 6. احنا خدنا اول فكره في الجمع والطرح لو المقامات متشابهه، ودي اسهل فكره. طب لو المقامات مختلفه تماما، بعمل توحيد المقام اللي هو اضرب المقامات واعمل المقص. واعمل ايه؟ طيب الفكرة الثالثة، السؤال اللي أنا مليته تاني، تحله ولا حل أنا؟ همل السؤال تاني. نون س بتساوي شرط الكسر، دالة الكسر الأولاني س أس 2 زائد 3 س على س أس 2 ناقص 9 ناقص س على س أس 2 ناقص 5 س زائد 6. ها؟ ناخد س عامل مشترك في البسط ونحل مربع كامل في المقام، صح؟ هنعمل زي ما طبيبه المستقبل بتقول. طبعا ادام مساله جمع وطرح يا اولاد، يبقى انا بحلل مجال اختزال، وبعد الاختزال ابدا ان انا اشوف العمليه اللي عندي ايه. اهو س اس 2 زائد 3 س، اخد س عامل مشترك، هيتبقى س زائد 3. ممتاز. المقام فرق بين مربعين، هيبقى س ناقص 3 في س زائد 3. شاطره يا نانسي. ما هي اصعب حاجه توحيد المقام، واحنا قلنا والفكره دي
لازم اركز فيها برضو. البسط ما فيهوش اي حاجه، جاي في ابسط صوره س ينزل زي ما هو. المقام مقدار ثلاثي بيتحل القوسين، الشرط الاخير موجب، يبقى الاثنين شبه بعض ياخدوا اللي في النص. الست هنحللها الرقمين مجموعهم خمسه، يبقى سالب 2 في سالب 3. اتفقنا يا اولاد؟ ابدا ان انا اجيب المجال. المجال زي ما الناس ما قالت حافر اصفار المقام، سالب 3 يبقى 3، موجب 3 يبقى سالب 3، سالب 2 يبقى 2، سالب 3 3 اتكتبت خلاص. نجيب له نون س في ابسط صوره. كسر التاني هيكون س على صح يا طويلة المستقبل، ممتازة. المجال يا بركة حافر ايه؟ 3 وسالب 3 و2، حل صح ولا لا؟ المجال بتاعك حافر 3 وسالب 3 و2، ولا انا مش واخد بالي؟ بس انت عندك الاشارة مكتوبة بالعكس. الاشارة عندك مكتوبة بالعكس، 3 وسالب 3 و2. طيب احنا بعد ما نجيب المجال هنختزل زي ما انتم قلتوا، هنطير المتشابه من الكسر الاولاني مع بسط مع مقام، هيبقى لي س على س ناقص 3 ناقص هنا س على س ناقص 2 في س ناقص 3. دي الفكره الثالثه في الجمع والطرح يا اولاد، وبرده لازم اخلي بالي منها، اللي هي لو المقامات في تشابه بينهم بس مقام كبير ومقام صغير بعمل ايه؟ ماشي صح يا بركه. 2 و3 وسالب 3 صح صح يا جمال. ببدا ان انا ابص على المقامات بتاعتي، لقيت ان المقامات هنا في حاجات متشابهه بس ده كبير وده صغير، اوحد المقام على الكبير، ودي الفكره الثالثه في الجمع والطرح. اوحد المقام على الكبير اللي هو س ناقص 2 في س ناقص 3. انا جبت مقام جديد يبقى لازم يبقى فيه بسط جديد. هنا المقام كان كام؟ س ناقص 2 في س ناقص 3. المقام القديم بتاعي كان س ناقص 3 زي ما الناس ما بتقول كده، وبنوحد المقام على الكبير صح، وحدنا على الكبير، نجيب بقى البسط الجديد. الزياده بتاعتي س ناقص 2، ما هي كان س ناقص 3 في زياده س ناقص 2، الزياده اضربها في البسط، يبقى انا اضرب س في س ناقص 2 ناقص زي ما انت زي ما انت ما قلتي صح يا تسنيم، هنوحد المقام على الكبير. طب مشكلتي دلوقتي ازاي بقى نجيب البسط؟ ناخد واحد بس متشابه، ماشي صح، وحدنا المقام على الكبير، عايزين نجيب البسط الجديد. المقام الجديد اهو، وادي القديم، الزياده عندي س ناقص 2 اضربها في البسط بتاعها، يبقى س في س ناقص 2 اللي اشاره المساله تنزل. ادي المقام الجديد وادي القديم، هو هو، يبقى البسط بتاعي ينزل زي ما هو. ابدا ان انا افك البسط، المقام هيبدا زي ما هو س ناقص 2 في س ناقص 3. هبدا ان انا افك الاقواس، س في س في س ناقص 2 ناقص 2 س ناقص س. صح ولا لا؟ سالب 2 س وسالب س اهو، هيبقى س ناقص 2 ناقص 3 س على س ناقص 2 في س ناقص 3. هل دي ابسط صوره؟ لا. تاني اخر حته اللي هي بنوحد المقام على الكبير زي ما كانت تسليم بتقول وجوانا بتقول. انا ببص على المقامات، انا بعد ادم مساله جمع او طرح او ضرب وقسمه، كل اللي انا بعمله ده ثابت، حل البسط مقام، هات المجال اختزال. نيجي بقى للفكره بتاعتي، فكره الجمع هنا، بعد ما بعمل اختزال ادي النواتج اللي اتبقت، ده وده. في الجمع والطرح انا عندي ثلاث افكار، يا اما المقامات مختلفه، يا اما المقامات متشابهه، يا اما المقامات في حاجه متشابهه بينهم، بوحد المقام على الكبير. هنا الفكره بتاعتي اللي هي اخر فكره، احنا شرحنا الفكره الاولى اللي هي لو المقامات متشابهه، ودي اسهل فكره زي ما انتم قلتوا. المقامات اللي هي مختلفه تماما بعمل توحيد المقام، والناس ما كانتش فاهماها، برضو احنا عدنا واكدنا عليها. الفكره الثالثه، لو المقامات عندي واحد كبير واحد صغير، انا بعمل ايه؟ بوحد المقام على الكبير. الكبير هنا س ناقص 2 في س ناقص 3. صح؟ اجيب بقى البسط الجديد ازاي؟ احنا لسه ما بسطناش، انا بشرح بس عشان في زميلتك بتقول لي اخر حته دي مش فاهمها، اللي هي حته اوحد المقام على الكبير واجيب البسط الجديد ازاي؟ لسه المساله لسه ليها تكمله، انا ما كملتش. نراجع لهم الاول وبعد كده نكمل مسالتنا عادي.
واحد المقام على الكبير اللي هو س ناقص 2 في س ناقص 3، عايز اجيب بقى البسط الجديد. هنا المقام الجديد ده المقام القديم بتاع الكسر الاولاني، الزياده بتاعت س ناقص 2 هضربها في البسط، يبقى س في س ناقص 2. شرط المساله تنزل زي ما هي، المقام الجديد هو هو نفس القديم، يبقى البسط بتاعي ينزل زي ما هو. هبدا ان انا ابسط البسط، قوس في س يبقى افك الاقواس، ناقص س تنزل زي ما هي، جمعنا البسط لقينا البسط زي ما انت ما قلت كده في س عامل مشترك، هيتبقى س ناقص 3 على س ناقص 2 في س ناقص 3. س ناقص 3 وس ناقص 3 طاروا مع بعض، هيتبقى س على س ناقص 2، وده الناتج بتاع الداله في ابسط ايه؟ صوره. دي فكره رخمه ليه؟ لان انا بعد ما بجمع س ناقص 3 فوق س ناقص 3 تحت شبه بعض، هيتبقى س على س ناقص 2. وخلي بالك من راس السؤال، كان قايل لي وجد نون س في ابسط صوره، يعني بعد ما حضرتك تجمع او تطرح لازم تجيب الناتج في ابسط صوره. لو الناتج ما اتبسطش يبقى انا هينقصني درجات، خلي بالنا من الحته دي، اتفقنا يا اولاد؟ دي مساله الجمع والطرح. تسلم يا جمال. ده سؤال سهل. هو فكره الجمع مثل لما يبقى الحد الثاني مش مترتب نرتبه ونقلب الجمع للطرح، ماشي. هديك الفكره بتاعت اللي هو اخراج السالب عامل مشترك، ماشي. هقولها لك، انا كنت لسه هقولها والله، كنت لسه هقول لك اخر فكره هديها لك كشرح. اتفقنا؟ لو جه قال لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. مش فاهم. طب بتعرف منين؟ بتعرف منين؟ خد سكرين للسؤال والحل. انا اللي اقول ماشي. خد سكرين للسؤال والحل. نكتب بس بلون تاني عشان الكلام يوضح يا اولاد. سؤال تاني ايه؟ وعازم. اهو يا اولاد، اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. نون س بتساوي 5 س زائد 10 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 زائد، بعد ما اكتب السؤال هقول لكم تاني، 4 ناقص سينوس 2 على سينوس 2 انتظار السالب ماشي زائد 2 في 5 ادي 10 لو جالي حاجه زي كده يا اولاد. زي ما زميلتنا كانت بتقول تسليم عمليكم السؤال. استنى يا مستر احنا نحله. طب هنملي السؤال وانتوا تحلوه، بس ابقى اشرح الفكره دي ولا نحل احنا اللي انتوا عايزينه؟ بصوا يا تسليم، ده سؤال سهل. تسليم ايه السؤال الرخم ده؟ مش رخم، هي الفكره عندي في السؤال ده يا اولاد ان انا بعد ما جبت الناتج لازم ابسط، انا ما بوقفش عند المساله بعد ايجاد الناتج. نحل. طب نحل احنا. طب حل وانا معاك. السؤال تاني همليك السؤال. نون س بتساوي 5 س زائد 10 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 زائد 4 ناقص سينوس 2 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10. ها لحظة أملي السؤال تاني معاك براحتك. هنا فكرة السؤال، لينك الزوم يكون على صفحة الفيس. هيحصل احنا خلصنا محاضرات زوم، هتلاقي على القائمة في القناة محاضرات زوم. المجال حق ماشي يا نانسي صح، صح يا نانسي. المجال حق فرق. مستر محمد هيبقى مسؤول عن الكلام ده دلوقتي.
المجال ح فرق سالب 2 وسالب 5. سالب 2 وسالب 5. مستر معلش النت كان فاصل. طب بص يا حماده عامل لك السؤال اهو. اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. دي مساله عمليات على القصور الجبريه، مساله جمع. عامل لك السؤال تاني. نون س بتساوي 5 س زائد 10 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 زائد 4 ناقص سينوس 2 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10. بكره هناخد ايه زوم ولايف. مستر محمد هيبلغكم. سالب س زائد 3 على س زائد 5. طيب تعال نحل مع بعض زي ما انتم ما قلتوا بالظبط. هنا بقى الفكره اللي انا قبل ما بفكر ان انا احل ببص بعينيا كده يا اولاد على المقادير بتاعتي كلها مترتبه ولا مش مترتبه. هنا سينوس 1 اكبر اس اشارته موجب، جاهزه مترتبه. هنا سينوس 2 اكبر اس في المساله اشارته موجب، جاهزه. هنا سينوس 2 اشارتها سالب يبقى لازم اخد سالب عامل مشترك. دي فكره ان لو جالي احد المقادير الاس بتاعي للسين اللي هو اكبر اس في المساله اشارته سالب لازم اخد سالب عامل مشترك. طب انا لما اخد من هنا سالب هفتح قوس اغير اشاره المقدار كله. السينوس 2 سالب هتبقى موجب. الاربعه موجب هتبقى سالب. طب الاشاره السالب اللي احنا بناخدها دي تغير اشاره المساله يبقى المساله بقت ناقص. البسط بتاعي هنا سينوس 2 ناقص 4 على سينوس 2 زائد 7 س زائد 10. هنا 5 س زائد 10 سينوس 2 زائد 7 س زائد 10. ابدا ان انا بقى اشتغل خطوات المساله بتاعتي. تاني الفكره بتاعتي، الفكره بتاعتي هنا كان في اشاره سالب في البسط، هاخد اشاره سالب عامل مشترك. حلو. لا هي مش زائد 1، هي زائد 10. بص يا نانسي هي زائد 10 مش زائد 1. تعالى نحل مع بعض. 5 س زائد 10 هناخد ال 5 عامل مشترك زي ما انتم قلتوا، هيتبقى س زائد 2. سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 هتتحل القوسين. 5 في 2 مجموعهم 7 يبقى س زائد 5 في س زائد 2 ناقص. سينوس 2 ناقص 4 زي ما انتم قلتوا فرق بين مربعين، هيبقى س ناقص 2 في س زائد 2. سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 يبقى س زائد 5 في س زائد 2. ابدا ان انا اجيب المجال، اهم حاجه المجال. ح فرق اصفار المقام سالب 5 وسالب 2 زي ما انتم كتبتوا في التعليقات. نجيب له نون س في ابسط صوره. س زائد 2 وس زائد 2 هيطيروا هيتبقى 5 على س زائد 5 ناقص س زائد 2 وس زائد 2 هيطيروا هيتبقى س ناقص 2 على س زائد 5. المقامات شبه بعض يبقى المقام هينزل زي ما هو واجمع البسط، هيبقى س زائد 5 على 5 ناقص افتح قوس س ناقص 2. خلي بالك بقى الاشاره السالب هنا هتخش على القوس كله تغير اشاره القوس كله، هيبقى 5 ناقص س زائد 3 على س زائد 5 اللي هو نون س في ابسط صوره هتبقى ايه بقى؟ 5 زائد 3 8 ناقص س على س زائد 5 وده الناتج في ابسط ايه؟ صوره. فكره هنا كانت اخراج العامل المشترك السالب من البسط بتاع الكسر الثاني. فكره هنا ان انا الاشاره السالب دي هتخش على القوس كله تغير اشاره القوس كله. اتفقنا يا اولاد؟ واضح معايا الكلام كده؟ طيب؟ طيب ده بالنسبه للجمع والطرح. اخر فكره عندي اللي هو المعكوس الجمعي. يعني ايه يا مستر كلمه معكوس جمعي؟ زي ما احنا عارفين من سنه سته معكوس جمعي بغير اشاره العدد. طب هنا دي دالة كسر جبري، بغير الاشاره ازاي؟ المعكوس الجمعي ليه ثلاث اشكال ممكن يقولي لما يجي يقول لي ايه؟ نون س بتساوي س زائد 7 على س ناقص 5. عايز المعكوس الجمعي. هو نقط. المعكوس الجمعي للداله دي كلمه معكوس جمعي بغير الاشاره. كلمه معكوس جمعي بغير الايه؟ اشاره. يا نور هنشرح ازاي نوحد المقامات تاني، هقولها لك ماشي.
ماشي. المعكوس الجمعي انا بغير الاشاره. طب انا عندي تغيير الاشاره ليها ثلاث اشكال، يا اما احط اشاره سالب قدام الكسر يبقى الكسر شكله عامل كده، يا اما احط اشاره سالب مع البسط يبقى سالب س زائد 7 على س ناقص 5، او نحط اشاره سالب مع المقام. وخلي بالك بقى في الاشاره السالب اللي مع المقام دي ممكن تجي لي بشكل ثاني، يعني انا ممكن اكتبها كده وممكن السؤال لو جالي في اخطر يجي لي المقام بتاعي كده. نخلي بالنا من الفكره دي، ان الاشاره السالب بتغير اشاره العددين، بتغير اشاره الايه؟ يعني ثلث ساعه. بالظبط كده جمانه، بنحط سالب قدام البسط او سالب قدام المقام او سالب قدام الكسر كله. وعندي بقى ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، ان مجال الكسر الجبري بيساوي مجال معكوسه الجمعي. يعني هنا مجال الكسر ده هيبقى حاء فرق الخمسه، صح؟ طب المجال بتاع المعكوس الجمعي برضه هيبقى ايه؟ حاء فرق الخمسه. يبقى مجال الكسر الجبري بيساوي ساعة مصطفى، لا ما بنبدلش ده الكلام ده، نبدل العددين. اه لو انا حطيت اشارة سالب اغير اشارة العددين، اغير يعني هنا السين موجب هتبقى سالب، الخمسة سالب هتبقى ايه؟ موجب. والله يا دي الاثنين انا بشرح وفي نفس الوقت بخليك انت تحل، يعني انا بشرح لك وبخليك تحل. طيب ده بالنسبة للجمع والطرح. عندي بعد كده الضرب والقسمة. خلي بالك بقى هنا الضرب والقسمة والمعكوس الضربي أسهل بكتير من الجمع والطرح، لأن أنا عندي برضه هنعمل نفس الحاجات اللي هو حل المجال اختزال، بس في الضرب ممكن أطير بسط مع مقام لو الاتنين تحت بعض عادي، ممكن أطير بسط الأولى مع مقام من الثانية، أو مقام من الأولى مع بسط من الثانية. اتفقنا؟ يعني لو جه قال لي إيه؟ أوجد نون س فأبسط أو ثانيا الضرب والإيه؟ والقسمة. هي القسمة بس اللي فيها فكرة هأكد لك عليها دلوقتي. أه الضرب والقسمة سهلين بس في فكرة في القسمة هأكد لك عليها دلوقتي. من س فأبسط صورة موضحة للمجال. قال لي نون س بتساوي سينوس 2 ناقص 7 س على سينوس 2 ناقص 10 س زائد 30، او خليها 21 في سينوس 2 ناقص 9 على، بس قال لي الضرب، قال لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. انا كل اللي انا هعمله ان انا هبص بعناية برضه لازم اتاكد المقادير بتاعتي مترتبه، والاشاره بتاعت اكبر اس في السين اشاره موجب. هنا سينوس 2 مترتبه اشاره موجب اشاره موجب اشاره موجب اشاره موجب. هبدا ان انا اشتغل الثلاث خطوات، حلل مجال اختزال، حلل مجال اختزال. ادي نون س بتساوي سينوس 2 ناقص 7 س، شاطرين زي ما انتم قلتوا الفكره عندي اخراج عامل مشترك، صح؟ المقام رقمين ضربهم 21 مجموعهم 10 يبقى س ناقص 3 في س ناقص 7 في سينوس 2 ناقص 9 فرق بين مربعين س ناقص 3 في س زائد 3، سينوس 2 زائد 2 س في س عامل مشترك هيتبقى س زائد 2. ابدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اجيب المجال. ما احنا قلنا حلل يبقى بعدها مجال، اوعى تنسى حلل بعدها مجال، ما اختزلش الا بعد ايجاد المجال. المجال حاء فرق اسفار المقام، سالب 3 ناخدها بعكس الاشاره يبقى 3، سالب 7 يبقى 7. هنا س صفر لازم يتكتب في المجال، س موجب 2 تبقى سالب 2. يبقى جبت المجال اجيب من س في ابسط صوره وبعد كده نكتب الباقي. س ناقص 7 وس ناقص 7 طارق، س ناقص 3 فوق. هشرح لك تاني توحيد المقام، اخلص الضرب والقسمة واديكي سؤال جمع وطرح توحيد المقام. س ناقص 3 فوق وس ناقص 3 تحت هيطيروا مع بعض. س في البسط وس في المقام هيطيروا مع بعض.
ايه اللي هيتبقى في البسط؟ س زائد 3 تنزل. ايه اللي هيتبقى في المقام؟ س زائد 2 تنزل. هنا بقى في الضرب والقسمه زي ما انتم قلتوا، ولا في جمع، اسف، ولا في توحيد مقام، ولا في مقامات متشابهه. انا بحلل مجال الاختزال واكتب الباقي من البسط والباقي من المقام. بس اهم حاجه خلي بالك، احنا لما جينا اختزلنا بسط مع مقام، مقام من الاولى مع بسط من الثانيه، صح؟ اهم حاجه يكونوا متشابهين. طيار بسط من الاولى كان متشابه مع مقام من الثانيه، طاروا مع ايه؟ مع بعض. جبت نون س في ابسط صوره، س زائد 3 على س زائد 2، ده الضرب، دي فكره الضرب. وارجع اتاكد من المجال. طب افرض جه قال لي اوجد نون الثلاثه، نون الثلاثه عوض عن الس بثلاثه، بس قبل ما اعوض ابص على المجال لقيت المجال بتاعي حاطط فرق 3، يعني معنى كده الثلاثه بتاعتي الثلاثه دي مش موجوده في المجال، يبقى نون 3 هقول له ايه؟ غير معرفه، مش هيبقى ليها قيمه عندي، ما اقدرش اجيبها لان الثلاثه لا تنتمي للمجال. اما لو قال لي نون الخمسه، نون الخمسه عوض عن السين بخمسه في التبسيط، اشيل السين واحط خمسه، يبقى 5 زائد 3 على 5 زائد 2. طب ليه هنا عوضنا؟ عوضنا عشان السي الخمسه تنتمي للمجال. مظبوطه تطلع 8 على 7، صح يا مصطفى؟ وده الناتج في ابسط ايه؟ صوره غير معرفه او غير ممكنه، الاثنين صح. انا بقول له غير معرفه او غير ممكنه، الاثنين صح. مظبوط، مظبوط كده يا اولاد. ده بالنسبه لسؤال الضرب. طب تعالى مع بعض نبص على القسمه، ويبقى فاضل لي المعكوس الضربي، وارجع علشان خاطر نور نعيد لها الجمع والطرح بتوحيد المقام. بصوا يا سادة، لو جالي مسألة قسمة كده أهو، أوجد نون س في أبسط صورة، أنا همل السؤال وأنتوا تحلوه، ولا لا القسمة زي الضرب؟ لا، الضرب بحوله القسمة، والتاني نجيب معكوس الضربي. الفرق بين الضرب والقسمة إن أنا لما باجي أجيب المجال، مجال قسمة الكسور الجبرية بيبقى حافر مقام الأولى وبسط ومقام الثانية، لأن أنا الكسر الثاني أنا شقلبته، جبت معكوس الضرب، صح؟ تعالى طيب أشرح عن السؤال وبعد كده أديك سؤال أنت تحلوه، ماشي. أوجد نون س في أبسط صورة موضحة للمجال. نون س بتساوي س 3 ناقص 5 س اس 2 على، هخليك انت اللي تحل، س اس 3 س اس 2 ناقص 25. على س اس 2 ناقص 7 س زائد 10 أو زائد 8 س زائد 15. خلي هنا يا أولاد، نخلي دي كده س أس 2 ناقص 3 س. طيب تعالى مع بعض كده، ملناش دعوة بيه، والعلى تتقلب فيه والكسر اللي بعديه يتقلب. ماشي يا تسليم، صح كده. بصوا يا جماعه، لو جالي حاجه زي كده مساله قسم اهو، هقرا السؤال. نون س بتساوي س اس 3 ناقص 5 س اس 2 على س اس 2 ناقص 25. والله بقرا المساله. نون س، اوجد نون س في ابسط صوره موضح للمجال. نون س بتساوي س اس 3 ناقص 5 س اس 2 على س اس 2 ناقص 25 على س اس 2 زائد 3 س على س اس 2 زائد 8 س زائد 15. بعمل ايه في القسمة؟ الأول ينزل زي ما هو، الحمد لله على السلامة يا لوجي، والقسمة تبقى ضرب، والتاني نجيب معكوسه. مشكلتي في المجال يا لوجي، فاكرين؟ فاكرين المجال كنا بنجيبه ازاي؟ هنحلل مجال اختزال، صح يا حماد؟
ليس لها وجود يا مستر. هي ايه ليس لها وجود؟ محمد انت بتالي انت لسه معانا في ال مريم. بص يا مريم معاك من بدري يا مستر. ماشي تسلمي لي كالوجي. بص يا مريم انت قصدك على السؤال انت متاخره معانا يا مريم. انت النت عندك شكله ضايع. احنا خلصنا السؤال الاولاني ده من بدري. احنا دخلنا على فكره ثانيه. ماشي بس صح 8 على 7. هنا مسألة الاسم انا بعمل ايه يا جماعه في مسألة الاسم؟ كل اللي انا بعمله ان انا حل المجال اختزال زي ما انت ما قلت، بس لازم المقدار بتاعي يبقى مترتب. هنا سينوس 3 اكبر اس، سينوس 2 اكبر اس، سينوس 2 اكبر اس، سينوس 2 اكبر اس. المقدار بتاعي مترتب على حسب الاس تنازليا. ابدا ان انا احلل س تربيع على س ناقص 2. اقرا الكسر تاني، اقرا الكسر التاني ولا اقرا السؤال؟ اقرا السؤال كله. مش عارف احل البصل. ماشي اقرا السؤال كله. سينوس 3 ناقص 5 سينوس 2 على سينوس 2 ناقص 25. مسألة اسمة سينوس 2 زائد 3 س على سينوس 2 زائد 8 س زائد 15. بص يا مين اللي كاتب؟ انت كده عرفت تحل صح؟ بالظبط. في البسط في عامل مشترك. اول حاجه المساله اسم، احنا بنحول الاسم لضرب. الكسر الاولاني ينزل زي ما هو. سينوس 3 ناقص 5 سينوس 2 على سينوس 2 ناقص 25. الاسم تبقى ضرب والثاني انشقلبه. يبقى سينوس 2 زائد 8 س زائد 15 بقت في البسط، وسينوس 2 زائد 3 س في المقام. مسألة اسمة القصور هي الأقرب إن هي تجيلي في الامتحان. الكسر الأول ينزل زي ما هو، الاسمة تبقى ضرب، التاني نشقلبه. أبدأ إن أنا أشتغل الخطوات بتاعتي، حل المجال اختزال. البص سينوس 3 ناقص 5 سينوس 2 هناخد سينوس 2 عامل مشترك. شاطرين. س تربيع عامل مشترك ممتاز. هيتبقى س ناقص 5. المقام سينوس 2 ناقص 25 فرق بين مربعين. س ناقص 5 في س زائد 5. ممتازين. في سينوس 2 زائد 8 س زائد 15 هيتحل القوسين، رقمين ضربهم 15 ومطبوعهم 8 موجب 3 في موجب 5. في المقام في س عامل مشترك هيتبقى س زائد 3. ابدا بقى ان انا اجيب المجال. هنا الفكره بتاعت الاسم، المجال هيبقى عباره عن ايه؟ حافر مقام الاولى 5 وسالب 5، وبسط ومقام الثانيه. البسط موجب 3 يبقى سالب 3، موجب 5 يبقى سالب 5 اتكتبت. السين في المقام يبقى صفر تتكتب، موجب 3 سالب 3 اتكتبت. كده انا جبت المجال. مجال القسمه تاني ح فرق مقام الاولى وبسط المقام الثانيه. سالب 5 و5 وسالب 3، مفيش 3 بقى. سالب 3 وصفر. صح يا طبيبه المستقبل؟ بركه لطفي اللي هي جمامه. ال مفيش 3 موجب، انت فاهمه؟ موجب 3 تبقى سالب ايه؟ 3. نبدا ان احنا نجيب له نون س في ابسط صوره. س ناقص 5 وس ناقص 5 هيطيروا مع بعض. س زائد 3 وس زائد 3 هيطيروا مع بعض. س زائد 5 في البسط وس زائد 5 في المقام هيطيروا مع بعض. س اس 2 هتطير مع س، هيتبقى س في البسط على 1. اللي هي نون س في ابسط صوره هتساوي يا اولاد س. مصطفى يسر ممتاز، الاجابه هتطلع س، الاختصار هيطلع س يا بركه صح؟ ممتازه. مقام الاول بسط المقام الثاني ممتاز يا احمد شعبان. هتساوي س التبسيط بتاعي ممتاز يا تسنيم. افتح التنزيل يا مستر. هيحصل دلوقتي على طول؟ مش عارف يعني هو ما شغال دلوقتي. هيطلع س ممتاز يا ساره. ايه؟ شغال احمد صابر ممتاز يا احمد. س يبقى انا بعمل ايه يا اولاد تاني؟ زي ما انت ما قلت كده، حللت بسط، حللت مقام. لو جالي مساله اسم بحول الاسم لضرب والتاني نشقلبه، هتساوي س يا مستر. ممتاز يا روجي، ممتاز يا محمد يا عزيز. اشجان انا محمد ممتاز. ايوه انت عايز اعمل لك ايه؟ مين ده؟ جدع يا محمد. جدع ممتاز. طيب
ادي بقى سؤال اسم انتوا تحلوه، هكتب لك سؤال انت تحله وانا هبص بس هبقى متفرج. ماشي يا جدعان؟ ادي سؤال اهو، اوجد نون سين في ابسط صوره موضحه للمجال. انا هملي سؤال وانت تكتب، اللي واضح معاه الكتابه يحله، اللي مش واضح انا همل. اهو عايزين مساله احنا نحلها يا ساره، والله لسه بقول كده اهو. نون سين، اوجد، اصبر يا ساره كده عليا، اوجد نون سين في ابسط صوره، ادي مساله اسم. سينوس 2 زائد 3 س. هسيبك انت تشتغل وانا هبص معاك على الكومنتات. انا حليتها من بدري بس حضرتك ما شفتش كل الحل، كل اللي حل. والله يا حماده انا ماشي. سؤال تاني معلش، همل سؤال تاني. نون س بتساوي سينوس 2 زائد 3 س زائد 9 على سينوس 3 ناقص 27 على سينوس 2 زائد 5 س، شرطة الكسر، سينوس 2 زائد 2 س ناقص 15. ها كده شايفين السؤال تاني كويس؟ بويا 3 مرات ما بيتكلمش بهدوء ده. اصل احنا رايحين نشتري العربيه دلوقتي. ها شفت السؤال؟ ولا يهمك، بس معلش يا احمد انا اسف حبيبي، ربنا يخليك يا رب. دقيقتين ونبدا البث تاني، في مشكله بس في النت هنعالجها وارجع لكم على طول. دقيقتين بالظبط، اقل من دقيقتين يعني هنعدل حاجه. تساوي واحد يا مستر، لا اتاكد من اتاكد من الاجابه مش تطلع بواحد، اتاكد من تساوي س. طب نحل ونبص على الاجابه مع بعض، اديني دقيقه بالظبط وهنرجع البث تاني، دقيقه واحده بالظبط. ماشي يا اولاد؟ واحد على س مظبوط، احمد شعبان. هنرجع تاني يا اولاد مع بعض. نرجع تاني يلا بسرعه كده، هيطلع واحد على س. طب تيجي نحل مع بعض. كل اللي حالل ده صح، يعني كل الاجابات واحد على س واحد على س صح. ماشي احمد صابر، واحد على س، ممتاز يا احمد. تعال نحل مع بعض كده ونبص زمايلنا عملوا ايه عشان نوصل للاجابه اللي هي واحد على س. نون س بتساوي، طبعا دي مساله اسم، ما عنديش حاجه اسمها اسم، بنحولها لضرب. الكسر الاولاني بينزل زي ما هو على سينوس 3 ناقص 27، الاسم هتبقى ضرب والتاني نشقلبه. سينوس 2 زائد 2 س ناقص 15، سينوس 2 زائد 5 س. نبدا ان احنا نشتغل الثلاث خطوات الاساسيين بتوعي، حل المجال اختزال. واحد على س احمد صابر صح، ميري هاني واحد على س ممتازه. البص هنا، هل في رقمين ضربهم 9 مجموعهم 3؟ مفيش، جربت بالقلم مود ايكويشن رقم 3 عشان احلل، المقدار هيطلع غير قابل للتحليل، يبقى المقدار ده هيفضل زي ما هو. هنا سينوس 3 ناقص 27 قوس صغير وقوس كبير. الجذور التكعيبيه سينوس 3 اربع اغير اضرب اربع. في سينوس 2 زائد 2 س ناقص 15، رقمين مجموعهم 15 طرحهم 2، الكبير ياخد اشاره اللي في النص يبقى س زائد 5 في س ناقص 3. سينوس 2 زائد 5 س، هناخد س عامل مشترك هيتبقى س زائد 5. ممتازين صح. نبدا ان احنا نجيب المجال، احنا قلنا المساله كانت اسم، يبقى المجال ح فرق مقام الاولى 3 وبسط ومقام الثانيه موجب 5 يبقى سالب 5، 3 كتبناها، الس 0. نبدا ان احنا نجيب نون س في ابسط صوره، س اس 2 زائد 3 س زائد 9 هتطير مع س اس 2 زائد 3 س زائد 9.
س ناقص 3 في البسط وس ناقص 3 في المقام يطيروا مع بعض. س زائد 5 وس زائد 5 طار. لو انت ملاحظ ان البسط كله طار يسيب مكانه واحد. مسألة تانية يا مستر معلش، طب هنخلصها وأمليكوا السؤال تاني. اتبقى في المقام س، يبقى زي ما زميلنا قال ان التبسيط بتاعي يبقى 1 على س. السؤال تاني يا سارة، السؤال تاني يا سارة. المجال ح فرق 3 وصفر وسالب 5 ممتاز يا حماده. تحليل مجال اختصار ممتاز يا احمد. السؤال تاني اوجد نون س في ابسط صوره. كانت المساله عندي اسمها سينوس 2 زائد 3 س زائد 9 على سينوس 3 ناقص 27. ممتاز يا حماده. على الكسر الثاني سينوس 2 زائد 5 س على سينوس 2 زائد 2 س ناقص 15. عايزين نحل مسائل كتير. ماشي، ما احنا هنحل مسائل كتير، بس المشكله عندي في اللايف. احنا هننزل فيديو للشرح، هننزل فيديو للشرح بمسائل اكتر باذن الله. انا فاهم ايه ده، هننزل فيديو فيه مسائل كتير. فانا بحلل البسط واحلل المقام، احلل البسط واحلل المقام، وبعد كده اجيب المجال، بعد كده اختزال، واجيب له الناتج في ابسط صوره زي ما زمايلنا كتبوا في الكومنتات. المباشر ليه طعم. يعني ايه المباشر ليه طعم يا احمد؟ اللايف يعني. اللايف ماشي، بس الفيديو افضل. ليه؟ لان احنا هنشرح براحتنا عشان يبقى معانا متسع من الوقت. مشكله اللايف زي ما انتم شايفين النت، وفي ناس عماله تشتكي من جوده الصوره، فده غصب عننا والله يا اولاد. المباشر افضل. طب خلاص هنكلمنا في المباشر. ناخد سؤال على اخر حاجه في الوحده دي اللي هو المعكوس الضربي. يعني ايه كلمه معكوس ضربي؟ زي ما احنا ما كلنا ما قلنا معكوس الضربي هنا في الكسور الجبريه، المعكوس الضربي برمز له بنون سالب 1. مريم حماده، ماشي يا مريم. ماشي يا حبيبتي. معكوس ضربي يعني مقلوب الكسر زي ما انت قلت كده طبيبه المستقبل جمالي، صح؟ جميل. المعكوس الضربي انا برمز له بنون سالب 1، هو بيجيب لي دال الكسر جبري. نون س بتساوي 3 س زائد 6 على سينوس 2 ناقص 7 س زائد 10، او خليها زائد 7 س. ويقول لي اوجد نون سالب 1 اهو، اوجد نون سالب 1 س موضحه للمجال. احنا بنعمل ايه يا اولاد في المعكوس الضرب؟ المعكوس الضرب زي ما انتم مخاتبين، زي ما انتم بتقول يا مريم، هنشقلب الكسر، بس هيختلف معايا بقى المجال. المجال لنون سالب 1 بيساوي ايه؟ ح فرق اصفار البسط والمقام. ممتاز، صح يا اولاد؟ نقلبه قبل ما نحلل، هنقلب فعلا زي قبل ما نحلل. جدع يا ساره. المجال هيبقى ح فرق اللي فوق واللي تحت. ممتاز. احنا اول حاجه، اول لما يقول لي اوجد نون سالب 1 تحلوا انتوا يا ولاد؟ طيب، ولا اشرح انا واخليكم انتوا تحلوا السؤال اللي جاي؟ يبقى اخر فكره من البسط والمقام، صح؟ مصطفى يسري، يبقى س زائد 5 على 3. ممتاز يا مصطفى، كل اللي اسمهم مصطفى دول ممتازين يا اولاد. طيب، ادي نون س، هو عايز نون سالب 1، يبقى اقول له نون سالب 1 س بتساوي زي ما ساره ما قالت وتسليم ما قالت، هنشقلب الاول، هيبقى سينوس 2 زائد 7 س زائد 10 على 3 س زائد 6. ما عدا اصفار البسط والمقام. ممتازه يا مريم، جميل. نون سالب 1 طبعا هنعمل ايه؟ هنحل بسط ونحل المقام. البسط رقمين ضربهم 10 مجموعهم 7، يبقى س زائد 2 في س زائد 5. هناخد من المقام 3 عامل مشترك، هيتبقى س زائد 2. نجيب المجال بقى، ممتازين يا اولاد، هيبقى ح فرق اصفار البسط والمقام، موجب 2 يبقى سالب 2، موجب 5 يبقى سالب 5. طبعا ده رقم ملوش اصفار، موجب 2 سالب 2 كتبناه. نجيب له نون سالب 1 س في ابسط صوره،
س زائد 2 و س زائد 2 طار، هيتبقى س زائد 5 على 3 زي ما انتم ما كتبتوا في الكومنتات بالظبط. س ناقص 5 على 3. ممتاز يا محمد يا عزيز، احنا اللي فرحانين بوجودي كسارة والله. جبنا نون س اللي هو معكوس الضرب في ابسط يا اولاد صوره. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي. مش عارف اسمها ايه، بركي ممتازه يا برق من الهند، احسن ناس بتوع الهند. يا لوجي انت على طول ماشيه ماشيه يا لوجي، هنعيد تاني يا لوجي. بص يا لوجي، اوجد المعكوس الضربي اللي هو نون سائل برق دي ميه. الله يخرب بيت ميه وسنين ميه. ماشي، اوجد المعكوس الضربي اللي هو نون سالب واحد. المعكوس الضربي زي ما احنا ما اتفقنا وقلنا كلمة معكوس ضربي مقلوب العدد. في المعكوس الضربي نون سالب واحد بيختلف معايا المجال، بس انا هعمل نفس الكلام، حل المجال اختزال، بس المجال هنا في المعكوس الضربي. اول لما يقول لي اوجد نون سالب واحد موضح لي المجال، المجال بجيبه ازاي؟ هحفر اصفار البسط والمقام، هحفر اصفار البسط وليه؟ ربنا يخليك يا محمد. احمد شعبان، ماشي يا احمد حبيبي. مركزين كده يا جماعه؟ انا بحلل طبعا، ادام معكوس ضرب من سالب واحد شالب، جبت البسط مكان المقام والمقام مكان البسط، بحلل البسط مقدار ثلاثي. المقدار الثلاثي يا اولاد انا لما باجي احلله، لو انا مش فاكر التحليل بتاع تاني اعدادي كنت بحلل بالاله اللي هو اختار كلمه ايه؟ مود ايكويشن، واختار رقم 3، بكتب الايه اللي هو معامل س تربيع، البي اللي هو معامل الس، الس الحد المطلق كل واحد باشارته. اولا بيطلع لي قيمه س اللي هي اكس 1 وس اللي هي اكس 2. انا لما باجي احلل بفتح القوسين، بكتب س وس. انا عايز بس اعرفك حته التحليل بالاله حبيبي يا احمد، ربنا يخليك، انت اللي ممتاز والله وجدع. حته التحليل بالاله، ان الاله بتطلع لي قيمه اكس الاولى. لو انا كتبت المعاملات هنا 1 موجب 7 موجب 10، الاله هتطلع لي سالب 2 وهتطلع لي سالب 5. انا بدخلها جوه القوس بعكس الاشاره، سالب 2 يبقى موجب 2، سالب 5 يبقى موجب كام؟ 5. ارجع اكتب الاقواس. يبقى انا لو مش فاكر التحليل برجع اعمل ايه؟ احلل بالاله. احلل بالايه؟ عايزين سؤال القطعه. ماشي، ما بحبش اعمل التحليل بالاله. بص يا ساره، هي فكره التحليل بالاله علشان في ناس بتبقى ناسيه التحليل. الوحده دي كلها بتقوم على التحليل. ممكن يجي لي نوع من انواع التحليل اللي هو المقدار الثلاثي غير البسيط، كان بيبقى فيه فكره. طيب تعالى ناخد سؤال تاني على المعكوس الضربي. لما يقول لي اوجد نون سالب واحد س في ابسط صوره موضحه للمجال. وفي حته بقى مهمه جدا في المعكوس الضربي. سؤال لما يجي يقول لي اهو اوجد نون سالب واحد س في ابسط صوره موضحا المجال. نون سالب واحد س او نون س بتساوي س اس 2 ناقص 25 على س اس 2 زائد 3 س ناقص 10. لو قال حاجه زي كده يا اولاد اهو، حل يا ريس، حل يا عم احمد. اوجد نون سالب واحد س في ابسط صوره موضحه للمجال، ثم اوجد نون سالب واحد للاثنين ان امكن. طبعا تعال نحل مع بعض. هنا مستر ديم زي الاسم، ده سؤال بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره نون سالب واحد س. نون سالب واحد اللي هو معكوس الضرب. اول حاجه بشعل بالكسر، اول حاجه بشعل بالايه؟
ماشي يا اولاد كمل صح. المجال يحمل الشعبان 5 وسالب 5 و2 صح مظبوط. س ناقص 5 على س ناقص 2 مظبوط. 5 على سالب 5 ثلاثي بسيط والمقام مربع كامل. ماشي جميل صح كده. احل ولا تحلوا انتوا؟ يلا احمد شعبان صح كمل. الاختصار يبقى س ناقص 2 على س ناقص 5 ممتاز. عايز يا عبد الرحمن تشوف بالله عليك بكره الفيديو هينزل بجوده اعلى باذن الله الساعه 12 الظهر. المجال حقق فرق سالب 5 و2 و5 ممتاز. س ناقص 2 على س زائد 5 ونون سالب نون سالب 1 للاثنين هتبقى غير معرفه او غير ممكنه. الله عليا وعلى اللي حواليا. ماشي يا احمد شعبان جدع. تعالى كده مع بعض. كل اللي حل دول ممتازين. أول حاجة بيقول لي عايز نون سالب 1 س. هيطلع س ناقص 2 على س ناقص 5 ممتاز يا سارة. بس أنت ربنا يخليك يا عبد الرحمن تسلم يا رب. مين اللي بيتكسر في القسمة فقط؟ بص في مسألة القسمة يا نانسي الكسر الأول بيفضل زي ما هو القسمة بتبقى ضرب والتاني انشقلب. يا مريم الله يكرمك. ماشي يا مريم. ما انا مدي سؤال يا مريم والله العيال عاملين يحلوا فيه. ده كويتشن يا مريم. سمعتي دي؟ مش هقول تاني. تسلم يا مايا ربنا يخليك. مايا عماله تصيطني بس. ماشي يا مايا. قول للبروف هنشوفك امتى تاني. النهارده الساعه 12. المجال هيبقى حقق فرق 5 وسالب 5 و2. تعالى نشتغل بقى نون سالب 1. نون سالب 1 شقلب الكسر. هيبقى سينوس 2 زائد 3 س ناقص 10 على سينوس 2 ناقص 25. يبقى نون سالب 1 س. حل المجال اختزال. هيبقى س زائد 5 في س ناقص 2. المقام فرق بين مربعين س ناقص 5 في س زائد 5. نجيب المجال لنون سالب 1 هيبقى حقق فرق بسط ومقام 5 موجب يبقى سالب 5 2 سالب يبقى موجب 2 5 سالب يبقى موجب 5 حقق فرق سالب 5 و2 و5. الله يكسفك. ماشي يا ساره ربنا يخليك. انا اصلا مدرس انجليزي. والله العظيم بشوف تعليقاتك تسنيم. والله بشوف صح والله. تسلم ايدك يا مايا ربنا يخليك يا رب. والله يا مريم بشوف التعليقات بشوف بس مش في مشكله عندنا في النت. تسنيم ومريم اهو الاثنين حالين صح والله. تعال نجيب له بقى نون سالب 1 س في ابسط صوره. س زائد 5 وس زائد 5 هيطير هيتبقى س ناقص 2 على س ناقص 5. وادي نون سالب 1 في ابسط صوره. كتير تسنيم والمستر ده انسان برضه مش الله. ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك يا ساره. دافع عني يا بنتي حبيبتي دافع لي. فهمنا طيب المعكوس الضربي؟ في فكره بقى اخيره في حته المعكوس الضربي هديها لك وبعد كده يبقى احنا قفلنا على كده الوحده دي. الوحده دي بيجي عليها حضرتك اللي احنا خدناه النهارده بيجي عليه ثلاث اسئله. سؤال جمع او طرح، سؤال ضرب او اسم، سؤال معكوس ضرب. وفي جزء مستر احمد شرحه اللي هو تساوي الكسور الجبريه ده مهم جدا. لازم يجي لك، لازم يجي لك سؤال تساوي الكسور. ماشي اخر فكره هنقولها وبكده يبقى احنا انتهينا من الوحده دي يا اولاد. برضه بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره موضحه للمجال. طبعا احنا قلنا نون سالب 1 للاثنين هتبقى غير ممكنه او غير معرفه لان الاثنين لا تنتمي للمجال. ايه جيم دي؟ يعني ايه جيم؟ يا مريم خلاص هنعمل لك ايه طيب؟ الصوره بتقف ده سرعه النت. اهو بص على كده
لو جه قال لي او نون س بتساوي س ناقص 2 في س اس 2 زائد 2 على س اس 2 ناقص 2 س، اوجد نون سالب 1 س موضحا المجال. ادي اول حاجه. تاني حاجه، لو نون سالب 1 للس بتساوي 3 اوجد س. تعالوا نبص كده يا اولاد على السؤال ده مع بعض. في بروبلم ايه؟ سؤال تاني. الصوت قطع، هيشتغل دلوقتي معاك على طول اهو. سؤال تاني، اوجد نون سالب 1 س في ابسط صوره موضحه للمجال. نون س بتساوي س اس 2 ناقص 2 س على س ناقص 2 في س اس 2 زائد 2. س بتساوي سالب 1 غلط. عيد تاني. ببدا ان انا اجيب لي نون سالب 1 س زي ما انت ما قلت شقلب. هيبقى س ناقص 2 في س اس 2 زائد 2 على س اس 2 ناقص 2 س. نبدا ان احنا نعمل التلات خطوات، حل المجال اختزال. البص لو انت ملاحظ ان القوسين موجودين يبقى هو محل خلاص. المقام هناخد س عامل مشترك، هيتبقى س ناقص 2. نجيب المجال. المجال ح فرق اصفار البسط والمقام. القوس ده منه اصفار 2. س اس 2 زائد 2 ملهاش اصفار، لان انا لو اديت الاثنين بعكس الاشاره تبقى سالب، ملهاش جذر تربيعي. المقام صفر والاثنين اتكتبوا. نجيب له نون سالب 1 س في ابسط صوره. س ناقص 2 وس ناقص 2 طار، هيتبقى س اس 2 زائد 2 على 2 على س. ادي نون سالب 1 س في ابسط صوره. جه قال لي ايه؟ ح فرق 0 و2 صح؟ 4 على 7 لا س تربيع زائد 2 على س، ده التبسيط اهو. قال لي ايه بقى الراجل؟ لو النون سالب 1 للسين بتساوي 3، عايز س. انا هشيل النون سالب 1 دي واحط مكانها 3 بتساوي س اس 2 زائد 2 على س. الثلاثه دي مقامها 1، احل بقى اعمل طرفين في وسطهم واحل معادله. يبقى س اس 2 زائد 2 في 1 هتبقى س اس 2 زائد 2 بتساوي 3 س. دخل ال 3 س جوه بعكس الاشاره ورتب المساله. يبقى س اس 2 ناقص 3 س زائد 2 بتساوي 0. هحلل، هيبقى س ناقص 2 في س ناقص 1 بيساوي 0. هجيب قيم س، هيبقى س الاولى ب 2 س الثانيه ب 1. دي مرفوضه لان الاثنين لا تنتمي للمجال. لا تنتمي للمجال. يبقى قيمه س هتطلع بكام يا اولاد؟ بالواحد. س زائد 2 على س، مظبوط. اهم حاجه الجزء الثاني من السؤال اللي هو لو نون سالب 1 س بتساوي 3 احل معادله. يا مستر ما انا قلت كده بس كتبت سالب غلط. ماشي يا مصطفى، ما انا قلت لك سالب 1 غلط. لو انت قلت لي 1 بعدها هتلاقيني قلت لك صح. ماشي. كفر الشيخ احمد صابر من كفر الشيخ، احسن ناس بتوع كفر الشيخ، ونسال مستر محمود كرم على الموضوع ده. بكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع العمليات على القصور. خدنا الجمع، خدنا الطرح، خدنا الضرب، خدنا القسمه، وخدنا المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي. لو في حد عنده اي سؤال، الفيديو ده هينزل بكره الساعه 12. لو انت عندك سؤال في الوحده، في الوحده اي جزئيه في الوحده، صورها وابعتها لي وانا ابص على الكومنتات وهجاوب لك عليها. ولو قدرنا نعمل لايف تاني قريب هنعمل باذن الله. انا من الزملكاوي للاسف. للاسف. وانا مش بحب الزملكاويه. علوم. سلام يا ساره. فين؟ ماشي يا اولاد، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب اكون فدتكم على قناتكم المفضله بيزا فيرست. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب جدا باذن الله. السلام عليكم.